أقدم بالتهنئة من سعادة السيد دينيس فرانسيس على انتخابه لترأس الدورة 78 للجمعية العامة. وأود كذلك أن أعرب عن كامل دعم بولندا لمهمته، وأن أتمنى له كامل النجاح في مساعيه. في الوقت نفسه أتوجه بالشكر إلى سعادة السيد شاباكوروشي الذي أشكره على انخراطه النشط خلال ترأسه لأعمال الدورة 77 للجمعية العامة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، 193 بلدا من كل القارات اجتمعت اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة أخطر التحديات والتهديدات التي تواجه عالم اليوم. إن الجمعية العامة حدث بالغ الأهمية، وهي المكان الوحيد والفرصة الوحيدة لمناقشة المشاكل الحيوية التي تطالنا جميعا. نحن هنا بفضل القرارات الشجاعة والاستشرافية التي أخذها قادة العالم الغربي في أحلك أيام الحرب العالمية الثانية، وقد أرادوا حينها أن يفكروا في كيفية تجنب مآس مشابهة في المستقبل. قيادات الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، الرئيس روزفلت ورئيس الوزراء تشرشل، ومن ثم البلدان الأخرى في التحالف المناهض لهتلر بما فيها بولندا، قد وقعت على ميثاق الأطلسي. هذا الميثاق اشتمل على أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام العالمي اللاحق للحرب، وهي حق الدول في تقرير المصير، حرمة الحدود، التخلي عن العنف، التعاون الاقتصادي، وحقوق الإنسان. ميثاق الأطلسي بالإضافة إلى إعلان واشنطن كان حجر الأساس في تأسيس منظمة الأمم المتحدة. السيدات والسادة، مرة جديدة اليوم نعيش أياما خطيرة نتيجة لاعتداء روسيا الموسع على أوكرانيا. مئات آلاف الأشخاص فقدوا حياتهم أو تعرضوا للإصابة، الملايين اضطروا للهرب من بلدهم، ومئات الملايين عبر العالم يواجهون اليوم خطر المجاعة والاضطرابات الاقتصادية الخطيرة. إن اعتداء روسيا الوحشي قد استتبع مشاكل عالمية هائلة، وقد أخضع للاختبار النظام العالمي الدولي. إن تكاليف هذه الأفعال الهمجية هي تكاليف إنسانية، بشرية، مادية وبيئية لا تحصى وتستمر في التصاعد. لفترة طويلة لم يتعرض السلم العالمي إلى مخاطر بالدرجة التي يتعرض إليها اليوم، ونحن البولنديين نعرف تمام المعرفة أن السلم ليس من المسلمات. شهر أيلول سبتمبر في تاريخ بلدي بولندا شهر خاص. في الأول من أيلول سبتمبر 1939 قامت ألمانيا النازية بغزو بلد بولندا واندلعت الحرب العالمية الثانية. في 17 من أيلول سبتمبر 1939 تلقينا ضربة من ناحية أخرى، وارتكب الاتحاد السوفيتي مجزرة بحق بولندا. غدات التحالف بين هتلر وستالين، ألمانيا النازية وروسيا السوفيتية، خسرت بولندا استقلالها وتم محوها عن خارطة العالم وأخضعت إلى احتلال وحشي للغاية. هذا تماما لماذا نفهم مأساة أوكرانيا أكثر من أي بلد آخر في العالم، ونفهم مأساة البلدان الأخرى التي تخبر فوضى الحرب.
خلال الحرب العالمية الثانية 6 ملايين من مواطنينا قد قضوا، بمن فيهم 3 ملايين من اليهود البولنديين، وورسو عاصمة بولندا قد دكت بالكامل. ومع ذلك يشهد تاريخنا على أن الجرائم والاضطهاد لا غير قادرة على قمع روح الحرية، تلك الحرية التي ستنتصر لا محالة. فالاسترقاق والإمبريالية والاستعمار الجديد تمثل إنكارا للحرية، كما تمثل أحلام واهية بالسيطرة على الآخرين. عندما شن الحرب في أوكرانيا، أراد فلاديمير بوتين أن يعيد الإمبراطورية الروسية وأن يقسم العالم وأن يجعل أوروبا تعول على مواده الخام، ولكنه لم ينجح في ذلك، وأنا على قناعة مطلقة بأنه لم يعد لينجح بعد اليوم. السيدات والسادة، اليوم العالم اليوم بحاجة إلى قيادات شجاعة ثاقبة الرؤية، وإن رئيس بولندا الراحل ليك كازينسكي الذي شرفني أن أتعاون معه كان من هؤلاء القادة. كان قائدا حاول منذ 12 عاما أن يوقظ الضمائر وأن يناشد السياسيين وأن ينذر من السياسة الإمبريالية التي يطبقها فلاديمير بوتين رئيس روسيا. وأذكركم بما قاله في تبليسي في ذروة الاعتداء الروسي على جورجيا في العام 2008. للمرة الأولى منذ فترة طويلة كشف الروس عن الوجه الذي نعرفه منذ مئات السنوات. هم يؤمنون بأن الأمم المحيطة بهم يجب أن تخضع لهم، ونحن نرد بلا. روسيا تؤمن بأن الأيام الخوالي، أيام الإمبراطورية التي انهارت منذ أقل من 20 عاما، ستعود، وأن الهيمنة هي التي تميز منطقتنا من جديد. لا، لن يحصل. هذه الأيام قد ولت إلى غير رجعة. نعم، اليوم في هذا المكان بالذات، في مقر الأمم المتحدة، أود أن أكرر أن هذه الأيام قد ولت إلى غير رجعة. لا بد من التصدي إلى منطق الغزو وتغيير الحدود بالقوة وانتهاك القانون وحرمان شعب أوكرانيا من حقه في الوجود. هذه الحرب الوحشية يجب أن تنتهي وألا تتحول إلى حرب جليدية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إعادة كامل سلامة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دولياً. السيدات والسادة، موقف بولندا إزاء أي حرب موقف واضح وصريح. نطالب بالاحترام الكامل للحدود الوطنية المعترف بها دوليا. إن حرمة هذه الحدود عنصر أساس في النظام العالمي. اليوم الضحية هي أوكرانيا، غدا قد تكون الضحية أيا منا إن لم نتبع هذه القواعد الصارمة، وإن لم نعمل بإصرار على إنفاذ القانون الدولي. إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنسى وتبقى دون عقاب تعزز الشعور بالإفلات من العقاب في الصفوف المرتكبين، وإن هذه الجرائم تعطي الضوء الأخضر لمن يلي ومن سيرتكب جرائم مماثلة إذا ما أراد أن يهيمن على ويحدد مصير الدول والأمم الأخرى. إن الجرائم في الحرب في أوكرانيا هي الدليل الحي على ذلك، ولذلك انخرطنا في مبادرات لمساءلة روسيا على الانتهاكات الجسيمة للمعايير الأساسية في القانون الدولي، ونحن نؤيد كل تأييد عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
كما ندعم عمل اللجنة الدولية المستقلة تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق الاعتداء الروسي ولجمع الأدلة والتحقق منها وحفظها. نحن نؤيد فكرة إنشاء محكمة خاصة مختصة. لابد من المساءلة عن هذه الجرائم ومن معاقبة المرتكبين. السيدات والسادة، حرب المعلومات تستمر وتستخدم الأكاذيب للتغطية على ولتبرير الجرائم الروسية بحق المدنيين. تستمر روسيا في محاولة التأثير على الرأي العام الدولي من خلال سردية مغلوطة عن الواقع. في بولندا لا يفاجئنا ذلك، ولكن العالم بصدد اكتشاف حجم التلاعب والتضليل. وغالبا ما توجه هذه الحملة ضد بلدي كذلك بولندا، وذلك لأننا لطالما طردنا على سياسة روسيا الإمبريالية والاستعمارية الجديدة ودعمنا أوكرانيا في دفاعها عن نفسها. نحن كأسرة دولية يجب أن نستنبط الدروس من هذا الواقع وأن نواجه التلاعب والتضليل. علينا أن نتصدى للخبث وألا نسمح بعكس الأدوار بين المرتكب والضحية. ما هو شر يجب أن يسمى شرا، والجريمة يجب أن تسمى جريمة. السيدات والسادة، في هذه الأيام يلقى اللوم على بعض الدول على أنها تديم الحرب من خلال توفير الأسلحة الضرورية لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها، وهذا المنطق مغلوط كليا تماما، كما لو كنا نلقي اللوم على الجار الذي يساعد جاره على التصدي لمن يهجم على منزله. إذا ما تعرض أحد لمنزلك يحق لك أن تدافع عنه، ولا يفترض بالجيران أن يقفوا مكتوف في الأيدي. لذلك لا يمكن أن تقاوم أوكرانيا الاعتداء وأن تناضل من أجل استقلالها من دون مساعدة الدول الأخرى، وبالدرجة الأولى مساعدة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي التي تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن في أوروبا منذ أكثر من قرن، وأنا أقول ذلك كرئيس لدولة أوروبية قد عانت طويلا من الحرب وفي مناسبات عديدة. لابد من أن نتذكر أن انخراط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى قد أدى إلى نهاية تلك الحرب، كما أدى إلى إعادة الاستقلال إلى بولندا وإلى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى. الولايات المتحدة قد لعبت دورا محوريا في هزيمة ألمانيا النازية. من دون دعم الولايات المتحدة ما كان للمملكة المتحدة ولا للاتحاد السوفيتي أن يقاوم هتلر. أخيرا، إن الولايات المتحدة كانت أساسية كذلك في إعادة بناء أوروبا الغربية عقب الحرب، وفي دفع التهديد الذي مثله الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. غالبا ما تنسى أوروبا أنها تدين بأمنها ورفاهها لالتزام الولايات المتحدة ووجودها. في بولندا نحن نذكر ذلك تماما، ولذلك فإن أولوية بولندا القصوى خلال رئاستنا للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2025 ستقضي بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي.